نخش على الاهلي يا تيمو. الاهلي وفوز كبير على مولانا 4-0، واكتر حاجه انا فرحانها بصراحه في لقاء الاهلي ده مروان محسن. يعني فروت جامد وفروت تقيل، ورجوعه لقاء بعد التاني رجع بشكل كويس جدا، وجاب جول حلو قوي وجول فيه دماغ، وجول مع ان هو لسه مش جاهز بنسبه 100%، بس المهاره ما بتروحش يعني، والتفكير وحسن التصرف في الكوره في ال 18 ما بيروحش. شايف ايجابيات لقاء مولانا ازاي؟ الايجابيات كتير يعني. اول حاجه نتكلم بصوره جماعيه، هو فوز مريح للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما تخافش عليه، كان يوم المباراه كان عندي استوديو تحليل هنا في الدوري المصري، واخدوا راينا قبل المباراه. قلت النادي الاهلي عنده شخصيه غير عاديه في القاره، في اكتر فريق كسب البطوله ودوري ابطال افريقيا. الاهلي ما تخافش عليه، الاهلي السنه اللي فاتت لعب الفاينل، صحيح خسر قدام الوداد، لكن النادي الاهلي عودنا دايما ان هو باستمرار بيروح لمسافات بعيده في البطوله. الاهلي الاستقرار باين عليه ابراهيم. الاهلي فرقه دايما بتلعب على المكسب في اصعب الظروف او في اسهل الظروف. بتتكلم على فرقه كسبت البطوله قبل كده ومفيش دوري في مصر، فما بالك بقى في دوري في مصر وهو بطل وحامل اللقب وهو متصدره دلوقتي وقاب قوسين او ادنى من حسم اللقب خلاص. على المستوى الفرديات بقى طبعا زي ما انت قلت، مكسب عوده مروان محسن مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. تالق عبد الله السعيد مكسب كبير جدا. عبد الله اثبت ان هو كان غايب، بس تحس ان هو عبد الله مفيش تغيير، والاداء والسهوله والبساطه في لعبه. عبد الله بالنسبه لي هو وصل لقمه النضج، وصل لقمه الاحتراف. راجل راجع من اصابه بيصنع لك هدفين، عفوا بيسجل هدفين، يعني في مش عاوز صنع الهدف الاول بتاع مروان مظبوط. وراجل مش عاوز اقول بيتعرض لهتافات او معاديه من جماهيره اللي هي المفروض تسانده، لكن الراجل مركز في الملعب ملوش دعوه باي حاجه خالص. راجع من اصابه وبيعمل كده، فما شاء الله الله اكبر عليه. نتمنى له السلامه دايما لغايه كاس العالم باذن الله، وحتى بعد كاس العالم طبعا. مش معنى كده انه بعد كاس العالم ربنا يبني كلمه بعد كاس العالم برجمتي غير كاس العالم عمالين نلصم في لعيبتنا ان شاء الله يعني. بس طبعا بنتمنى له التالق ده باذن الله والحفاظ على مستواه لغايه كاس العالم، فده برضو من المكاسب الجديده.